انا فاكره كويس بنتي في اول جوازه، في اول يعني مع بابا البنات، هي اللي فوقتني قالت لي مامي يور نوت سمايلينج اني مور، يعني انت ما بتبتسميش بقالك كتير ما بشوفكيش بتضحكي. وهي حبيبتي يعني كانت بتتنطط قدامي وعايزه تضحكني، خدت بالها انه ما فيش، فانا ببص لها وانا مش يعني المشهد ده كانه امبارح يعني، فانا ببص لها وانا بحاول اتفاعل معاها بس عضلات وشي مش قادره تبتسم. فقالت لي يور نوت سمايلينج اني مور يا مامي. فاللي هي كلمه وجعتني قوي، ان انا حتى مش قادره امثل عليها ان انا سعيده وتتفاعلي معي. ساعتها قلت لا انا مش سعيده، انا مش هكمل. تتطلق الست من هنا، فعشان تظهر بالكذب انها مش موجوعه وانها، اي ست بكلم عموما دايما مش بخصص، فتنزل صوره، تعمل حفله، تاني يوم على طول تبين انها ايه، قال يعني مش هممها. ان كيدهن عظيم. ده حقيقي طبعا، يعني ده هي من جواها عادي؟ لا هي من جواها مش عادي، مش عادي، بس هي من براها عايزه تبين انها مش موجوعه. ودي طول الوقت ده الحيله اللي احنا بنلجأ لها لما بنبقى مكسورين قوي وعايزه تبيني للطرف الاخر ان انت ولا همك، فتقومي بس انت جواكي فبتبقي اوفر قوي. بس معروف ان جواها موجوعه او مكسوره، ما فيش حاجه اسمها طلاق من غير وجع. بالظبط، ما هي ما فيش ست وراجل بينفصلوا بعد عشره او بعد رصيد زي ما بقول لك كده. ويا ستي يعني ده انت لما بتربي قطه وبتروح منك بتتوجعي، فمش معقول جوزك اللي انت عايشه معاه واكيد في بينكم ذكريات حلوه او وحشه او وات ايفر، لمجرد الاحساس ان انتوا الانفصال ده او الطلاق مش سهل ابدا، مش سهل على الراجل وعلى الست. ده حقيقي. بس في الفرق انه الست بتتوجع في الاول وتبقى عايزه تبين انها سبع رجاله ببعض. الراجل بيبين لا ان هو عادي وكول وكل حاجه، هو بيتوجع بعد كده بشويه. لما يقعد كده مع نفسه ويكون ايه عك العكات اللي هو عكاها، وبعدين اكتشف فجاه ان كل ده يعني هبل، وانه مثلا ضيع ست كويسه او هدم بيت كويس، يبتدي يتوجع بعد شويه لما يقعد ويهدى ويفكر مع نفسه. انا معاكي جدا ومتفقه معاكي، ودي من النوادر. بس لانها سيده ايه، ده انا كنت جايه النهارده عشان اقرمك. اقرمي براحتك. بس لقيتك قمر، بسم الله ما شاء الله.